لا آية الأربعاء لازم نشوف كل أشياء بالتاريخ تاعها. أنا نذكر لنهار أسسنا جيل جديد، وهنا أنا ماذا بيا لو كان ندخلوا يعني في حوار حول يعني فكرة تاع جيل جديد وعلاش تعامل بهذه الطريقة مع الأحداث. احنا على أساس كن معارض تماما للعهدة الثالثة، لأن تغيير الدستور في 2008 كان خطأ كبير، وأنا ما بين القلائل نشرت مقالة ورفضت هذاك يعني التغيير الدستوري اللي هو اللي وصلنا يعني إلى الكارثة.